الجاهزين. أبو نيال سمعناها الأول مرة على الستيج اللي هي أبن سحب، خبرنا عنها. والله أنا كان عندي فكرة أني نعمل أغنية أنا والعود والبيانو، فبحثت في الأعمال الفنية حقتي وأغانية، لقيت طبعا البيانو لازم تكون أغنية من مقام سليم، فاخترت هذه الأغنية، وهي أغنية يعني يمكن ما أخذت حقها في الحفلات كمان أيضا، فاخترت أن أنا أغنيها اليوم، وعامل كل حفلة شكل لأغنية معينة يعني إن شاء الله. يعني بعد عودتك أبو سارة أو شيء مثل ما قلت الحمد لله على السلامة، طمني على صحتك. تمام الحمد لله. اليوم قدمت أعمال خلينا نقول الجمهور كان ينتظرها، اليوم برضو كان الثنائيات ما بينك وبين أمير عبد المجيد كالعادة، كيف يمكن أن تصف هذا 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 الثنائي؟ إحنا سألنا أمير عبد المجيد قبل شوي قال إنه عبادي بيغني من قلبه. وأنا طبعا أنا علاقتي بالأستاذ أمير علاقة يعني وطيدة وعلاقة متينة ولها زمن طويل، وأنا أرتاح وأطمن لما يكون الأستاذ أمير واقف معي على المسرح، هو فاهم علي إيش أبغى وأنا أيضا أفهم عليه. يعني علاقتنا مش بس فنية، هي علاقة أخوة وعلاقة فنية وعلاقة عائلية، وهذا يعني خلى الرابط اللي بيني وبينه حتى على المسرح يحسون الناس ويلمسون الناس. لا تظلمين الوقت وش ذنب الأيام، لا تظلمين الحظ لا تظلميني. شيء قريب أغنية بيني بينك ما حد يسمع؟ لا هو يعني عندنا تسجيل أغاني قريبا إن شاء الله، عندي تسجيل أغنيتين سينجل، وعندنا ألبوم إن شاء الله بعد العيد حيطرح بإذن الله، حيكون تسجيله مع الأستاذ.